بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد بن سليمان المكي الشافعي رحمه الله تعالى: ويستحيل عليه تعالى العدم والحدوث والفناء ومماثلته تعالى لشيء من خلقه وافتقاره إلى ذات أو موجد، وأن لا يكون واحدا في ذاته أو صفاته أو أفعاله. ويستحيل عليه إلهي وحى مستحيل كأه سبحانه وتعالى العدم وين أي مستحيل كأه إن إلهي سبحانه وتعالى إلهي لوايه وجرتان كيسا دنبا لوايه ومستحيل وحان وليك لحجرنا أصول الدين أما أساس الدين تأي عقيدة وحان هروس وقال أني صفاتك يتلمامها إلهي أواجبي سبحانه وتعالى هل كان الشيخ وحدوني إنو نوغش يقول تلمامها إلهي أنكوها بونين إن لقو تلمامه أما تلمامها مستحيل إلهي كأه سبحانه وتعالى أو قفك تلمامها إلهي كتلمامنا والدين تأسق بحيوه قف قالوا بيب أن غنيه هذه تلمامها إلهي كتلمامه وحا إلهي مستحيل كأه عدم إيا والحدوث سودرين سودرين إلهي مستحيل كأه سودرين وحلو لجدا ونقيد القدم يعني وإن ليرا إلهي هري أمجري جرينه مردم بأي أيوة إلهي قدال كيمت مردم بو إلهي موجود نقضي أو الله جراء نقضي لكن هري أم أهان جرين الله جراء ما أهان جرين إلا يراه ومستحيل قفك إلهي كتل ما منا دينتو كبحي أو قالوا بي قفك إلهي كتل ما حدوث أو يراها إلهي مجري جرين ووقت دحاء أيوة إلهي يمد يراها مستحيل. والفناء فناء بابا أي مستحيل آه إن إلهي اللي راه هو الله بابا أي ودمن أي وتقي اللي راه هو ومستحيل ونقيد البقاء وحيكسه الرجدة استفدي أما تلمامتي باقي النغشرة وحي إلهي أواجبي باقي النغشرة وحنا مستحيل كأه الفناء ومماثلته أي مستحيل آه إلهي لم يدنغشديس سبحانه وتعالى لشيء شيء ولم يدنغضه مستحيل شيء قاسه من خلقه إلهي مخلوقات كيس كمدة إلهي مخلوقات كيس وح كمدة إنه إلهي لم يدنغضه أما أشبهه أو أكاده ومستحيل وحوى إن اللي يراه وحوقه حق ذاته وحا مستحيل صورة قرهين إن اللي يراه ذاته إلهي ذاته وأجاجرته ومستحيل وحكى له مستحيل حق صفاتك تلمامها إلهي وإسكلي إلهي إن لي راهو وحجر مخلوق تلمامها النوع سوكلا إلهي أغأب مستحيل وحكى له سيدا سوكلا لم يدا حق أفعاش في علاد إلهي أصميني يوحى إلهي أصميني عدك له أصمين كرتا جرتا إن لي راهو صرت قل معها ومستحيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلهي وحلمده مجران هل تعلم له سميا إلهي وحلمده مياد أكتا يدو عد إلهي لمده مجرته وافتقاره أي مستحيلة وافتقاره ويمشى ها إلى لهي وافتقاره إلهي أدباته شديسي أي مستحيلة إلى ذات ذات أباهده إن لي راه إلهي وحباهيه ذاتك لا أما شخصك لا إلهي حوجية أو إلهي ساعده وقعنسية أي إلهي أباهيه إن ليرا ومستحيل أو موجد أما مد إساق أهيسية أو إلهي سبحانه وتعالى أبوره أو إلهي سبحانه وتعالى ساعده وحيالها سئن إلهي لقوت المامو ومستحيل وحي إلهي إساق أهيسين وللي إلهي وأبوري مستحيل وأن لا يكون إنو صنعهان أي مستحيلة إلهي سبحانه وتعالى واحدا ألا واحد وكلجيس إنه صنعهان مستحيل في ذاته ذات ديس إنه سن إلهي واحد كأهين ومستحيل
أو صفاته أما تلمامه سإنسا إلهي واحد كؤهين ومستحيل أو أفعاله أما إلهي أفعاش سإنسا كليس كؤهين ومستحيل وحيالها مستحيلاتك وحاكم ذا إن إلهي اللي راه ذات ديس واحد كماها ذات ديس واحد كماها لو معنى مشى سوق ليس إن اللي راه إلهي ذات ديس واحد كماها وحسوق لي بأن تكون ذاته جزئين فأكثر وحا مستحيل إن اللي راه إلهي ذات ديس وحكا كوبنتهي أجزاء قيبة فربضان إلهي إسكسار ساريهي إن اللي راه ومستحيل إنك هذا ابن آدم نهاي أما مخلوقات كأن كمد نهاي وحنو ككوبن نهاي ذات دينا أجزائي ككوبن قيب فربضان أن ككوبن نهاي قيب حوي وابيرك قيب حوي ودنه كليدي ديقي مقارك هلبك ساده لفه مدح سنك عربك وحسن ككوبن نهاي نك وأشياء لأروريي وإلهي أنك أبوري سبحانه وتعالى مرك إن إلهي سلاس وكال لغت المام ومستحيل إن ذات ذا إلهي اللي راه وحيو قيب سنتا أقسام إسكسارا قيب فربضان أما أجزاء لبجس يوحكم بضان أيو إلهي إسكسارا يعني ذات ذي سوء اللي راه ومستحيل معناها كلو ماشي سوق لي وحوي ولدي دنيا هي أو أن يكون له النظير لذاته إلهي ذات ذي سا مخلوق لمدة إني جفته وذات ذا إلهي أؤك أيضنا ومستحيل لبضا معنبا لبا معنى وحوي مستحيل إلهي كا سبحانه وتعالى مررك قارنا وحلق عبرابا كم متصل إيا كم منفصل لكن عبارة الشيخ هذا وكو عبري أي وحيتا عبارة فضل كم متصل كم منفصل لبضا ومستحيل كم متصل محل الجيدة يعني وحوي إن إلهي قيب فربضا ذاتي دي سأيو قيب سنته أو إلهي لا حريرتا ومستحيل كم منفصل لمحال لجدا وح إلهي كبحسن وذات ذي سأؤك أيات جراء ليرا ومستحيل وكم متصل إيا كم منفصل لبضا ومستحيل أو أفعاله أما إلهي أفعاشي سإنسا واحد كؤهين ومستحيل إن ليراه إلهي سبحانه وتعالى أفعاشي سأحلم ذا أما ذات الله مده أفعاشي سوى كالسامين كرتاجرته إن ليراه مستحيله ويستحيل عليه تعالى إلهي وحاك له مستحيل كأه العجز عاجز إلهي مستحيل كأه إنك هذان مخلوقات كمدنا هاي وبن آدم آن هاي وحن قبنا هي عجز هذه هوش مدبضا يعني آن شقينه وان عاجزينا وحن أباهنين هردو هي النسلين أباهنين لكن إلهي سبحانه وتعالى أنت سو مخلوقات ما ملي إلهي عجز مستحيل كيه أنت سو مخلوقات إلهي ما ملي سبحانه وتعالى عجز عاجز لما أمدال إن إلهي أوقفته وحكيه مستحيل سبحانه وتعالى ووجود شيء شيء هلتان كيسا أي إلهي مستحيل كا شيء قاسو من العالم عالم ككمدة بغير إرادته دونستي سلاان شيء عالم ككمدة إن لغوه له ومستحيل وح عالم ككمدة إن لأركه واللي راه شيء عالم كاللغوه لحركي إلهي حقي سنة كما إيمان وإلهي إرادتي سيدونستي سنة كما إيمان إن لغوه وحد عكرمه ومستحيل عالم كشيء كمدة إن لغوه له أما لأركه وهدنا اللي راه شيء وحكيمت بغير إرادته إلهي دونستي سنة كما إيمان أما إلهي أودي سكما إيمان إن ليرا وحدع كرماها ومستحيل شيء كستا دور عسدا يوحي كذير يوحي كوين ودن وعالم كان جره كل جيس وحي كوي مادين دونست إلهي سبحانه وتعالى والجهل جاهل لما يا مستحيل بشيء شيء لغا جاهل نغضه شيء قاسو من المعلومات وحيالها الأوقية هي كمدة وإلهي معلومات كيسا كمدة وحا مستحيل إن ليراه وحجره وحياله علمي وإلهي وجاهل كيه وحياله علمي وإلهي وجاهل كيه يجره إن ليراه ومستحيل وحسور تقلينا معها محايالي إلهي سبحانه وتعالى وأن الله قد حاط بكل شيء علما إلهي وحوال بوحكوك وبي علمي أقون
وحي إلهي سبحانه وتعالى علمي بسكقر شومي كرا مجرا بل إلهي سبحانه وتعالى انتوس المخلوقات كان أبورن أيو أغا قف قلب حالة دا إكسو قنتهي إيا حالة دا إكسو قنان دونتو إن قف كاسو يهي أهل الجنة إنو يهي أهل النار إرزاق دا أعني دونو عمل كأوسامين دونو إيا وحوال با إخسايا قف كبن آدم كا انتو سنكو أبورن أيو إلهي هرأو أغا وحيالها سورا انتو سنكو أبورن مركة تاسو حالو خلافي ولوين وحا جري أهل البدع كمدا ولديه جري قدرية قلدا قدرية دا وحيده جيران إلهي وحينكر جيران قدرت إلهي إن إلهي هري وحسي قرشيي أي إنكر جيران وحينكر جيران علم إلهي إنه قديم يهي علم إلهي إنه قديم يهي وحينكر جيران قدرت إلهي إنه ويديد جيران مركز وحيده جيران وحوال مركو دعوه مركز كبعدي إلهي أغاده شيء مركو أدوية كدعوه مركز كبعدي إلهي أغاده أي ديه جيران قدر يده وحا كبر النقضي عبد الله بن عمر يا غير كي الصحابة النبي كمدة صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بركي الله شيء يقول لي رب ولدا وحي كسوا بحين دولك اللي راه بصرة وعراق كمدة عراق يكسوا بحين اللي يقوه الرئيسي وحي اللي يقول نولا عبد الله بن عمر مركي عبد الله بن عمر قال الله شيء عقيدة ده وحي أخبرهم أني بريء منهم وأنهم بريئون مني وش يقول إنا بريك آهي هو إنكري علمك إلهي وقديمك قدرت إلهي إنكري إنهم بريك أهي أشياء وأنهم بريئون مني أيقون إنه بريئين أشياء إلى عبد الله بن عمر مركب هو علمك إلهي سبحانه وتعالى وقديم وحي إلهي أجاهل كيهان مجرا بل إفكانو لن إنتو سن أبورن أي حالد كسقنان دونه إلهي هرأوه سبحانه وتعالى والموت لما شاء يا إلهي مستحيل كاه إلهي سبحانه وتعالى إنو بنته وحدي عكرمها ومستحيل وفق إلهي كتل مانتنا وقالوا بيو دينته وكبحه والصمم لقلآن وحمقلآن يا إلهي مستحيل كاه إن لي راه إلهي وحممقله إلهي وحممقله إن لي راه ومستحيل لأنه إلهي سبحانه وتعالى ذرك استاء عالم كان كدعية إلهي سبحانه وتعالى ومغله يوانا إلا صعودا الله سبحانه وتعالى والعمى إن دلآن أي إلهي مستحيل كأه إن ليرى إلهي وحما أركه إلهي وحبه مجيد إن ليراه ومستحيل أرقلان إن وصن إلهي وحارك ومستحيل لأنه حوه إلهي سبحانه وتعالى مقدق إلهي وحبه كما حجابه إنه قفك هذي مقدق أي قفك الشيء هذي مقدق لحجره ما أركينه دربك قداشي سوحي أهنا ما أركينه لكن إلهي دربيدنا محجاب كران مقدقنا إلهي محجاب كرو عرقنا إلهي محجاب كرو دولكنا إلهي محجاب كرو سبحانه وتعالى شيء إلهي كأسطر كرا وكقرن كرا وإفكان كمده مجران والبكم هذا اللعان أي إلهي مستحيل كأ إن ليرى إلهي مهدله إلهي مهدله إن ليرى ومستحيل لأنه حوه إلهي سبحانه وتعالى قرآن كان أنا أقرنا إنه وكلام الله سبحانه وتعالى وإلهي هذا الكيسي وإريد إلهي أكو هذا لي وإريد إلهي أنقو أدون صدي سبحانه وتعالى وإريد إلهي سبحانه وتعالى أقو ترق علي إن تشريع لقاته يجدين تي أحكامته ووجود حرف أما حرف جريتان كيسي أي مستحيل أو صوت أما عض جريتان كيسي في كلامه إلهي هذا الكيسي وكدح جيره كلام كاسو القديم قديم كاها وحيالها مستحيلات كاكمدة وحكمدة إلهي هذا الكيسي قديم كاها إن ليراه سيد بن آدم كا أي إلهي حرف إيا الصوت أقو هذا الله أنك مركا أنه هذا الله إنه هذا الكيسي في إسكالي هاي حروف إيا عضد وحو إسكالي هاي عرب أنه حلان هاي أنه هذا الله إنه وحنو كهاد لينا وإلكو وحنو لنا هاي دنحنك وحنو لنا هاي فروري أن كهاد لينا وحيالها صورا إلهي مستحيل كيه سبحانه وتعالى ويجوز في حقه إلهي حقه سوحاكوبنان عز وجل هل كاسو حين أقول لما هذا تلمامه إلهي واجب كواها يكوي مستحيل كاها لبدا سقيبوض أي أنو كبحني تلمامه إلهي واجبي يكوي إلهي مستحيل كاها أي أنو لما هذا وحنو قلينا وحي إلهي أبنانا
ويجوز في حقه إلهي حقي سوحاكم أن عز وجل فعل كل ممكن شيء كست أو صور تقلأ سمينتي سأيا بنان وتركه ترك كل ممكن وحكست أو صور تقلأ كتجدي سنة إلهي ويبنان تهي سبحانه وتعالى وحيالها جائز كإلهي وآه سبحانه وتعالى وحا إلهي أبنان وحو البو صور تقلأ إنو إلهي سمعي وحو البأ صور تقلأ إنو إلهي سمعي إيه إنو إسكدهي لبضو إلهي ويبنان تهي سبحانه وتعالى كالخلق والرزق ونحوهما وحكم إذا إنو إلهي مخلوقات كان أبوره هدو دوننا إلهي سبحانه وتعالى أبو رسد ودبو إسكدها فكرة وحكم إذا إرزاق إذا إلهي نوكو إرزاقه هدو دون إرزاق إذا إنو كاقوستو إلهي نو عافية كسي عافمات هدو دون إنو عافمات كاديستو إلهي سبحانه وتعالى إنو كدلو هدو دون إلهي نو كنوليه وفعال لما يريد لا يسأل عما يفعل إلهي وحو السمين ينا سؤال لما ويدين كرو نحو إلهي وحو السمين لما ديه كرو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون خلقي مخلوقات كأيغا سؤالا لويديا لكن إلهي فعل كيسا سؤالا كما إيمان كرا ويجب له تعالى ويجب له إلهي وحقوها جبه تعالى كرهاي إجمالا من إجمال قود أهان يضوضوب أهان هذا الكي هدين لسوء جملة والله سوء ضوضوبه وحا إلهي واجبه كل كمال لما يستركست وحو البو أمانة وحو البو أمانة أو تسنية جلاله يهيبة تسنية وحو البو تسنية إلهي هيبة ديس وحو البو تسنية كمالك إلهي أي إلهي واجبه كمالك سوء يليق بذاته إلهي ذات ديس أعنن ما أو ذات ذا إلهي مناسب آه ذات ذا سوء العلية سرهيسة وحو البو إلهي ذات ديس شرفت إذا يقدر كيد أسر رأيه ذات ذا إلهي وحول مناسب وهو أمان هي الشرف هي كمال أه أي إلهي واجبي يعني هذا الكان وحو الشيخ أقصه ختمي وحول وحن صوق أني تلمامه إلهي واجبي سبحانه وتعالى وحو كل شيء مركب تلمامها إلهي واجبي إن أيسن معنيه دعاهين تلمانك لإلهي ملح معنيه دماها تلمانت أن صوت شيء نيمويه وحكله تلمان أه وإلهي أوليه مجران إلى الآمن تماها لذلك سئ إجمال يقود أهان سئ قود أهان طفك وحواجب أهين وعقيدية وحو الباء وناك إيا الشرف إيا كمال أه وإلهي بمناسب أه إن إلهي واجب إيهن وحو الباء وكمال إيا أمان إيا الشرف أه وإلهي ذات ديس مناسب أه إن يكمي ذيهين واجباتك وانت عن صوشة اني ومن حيثية التفصيل وحال الى واجب تفصيلي هي واجب اجمالي واجب كهد عن صامرني تلمامها عن صامرني وحوه وواجب تفصيلي مركي اللي راهو مدمدها الله شيغو مدمدها الله شيغو مركي اللي راهو كوة تفصيلي وانسوق عدني اجمال مركي اللي راه دي اللي ويديو اللي راه محا سيقود الهي واجبي سيقود محا الهي واجبي وتلمامه سكمي ده وحد لها ويجب له إجمالا كل كمال يليق بذاته العلية وحو البوناك تسيني شرف تسيني أمان تسيني إلهي ذاته سوى مناسب إلهي واجب به ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وحوده جري منك وإلهي أماني سبحانه وتعالى صفات فربضا وإلهي سبحانه وتعالى مناسب إلهي مركو إلهي كسو أماني نبينا صلى الله عليه وسلم وحوله عسين جري سبحانك لا نفسي ثناء عليك إله أمانت هذا مسوكو بكرنا أمانت هذا هذه اللي إلهه سوكوب أمانت إلهي يوناق إلهي سوتري ما ترسم وناق إلهي ما نلسوكو بكرو وناق إلهي يو إلهي كمال في سلام سوكو بكرو مركز في قود قفك وحواجبه إنه عقيديه كمال في إلهي إنه سنحددني كمالك إلهي هي أمانت إلهي إنه سنحددني ويستحيل عليه جميع النقائص ويستحيل عليه إلهي وحا مستحيلك جميع النقائص نسخان يالك دمانت وحا نهرو سوق هذا وحياله إلهي مستحيلك مركز شيخ وحو هذا كان هدنا أكياني
وحيالها أن سو شيغني تفصيلي أو سيجار أن سو شيغني أو إلهي مستحيلات كيس كمدة هآمن مستحيلات كإلهي إني كوبمان وحيالها إلهي مستحيل كا ناقص كا مكوب ميان. ولذلك الشيخ الحكري ويستحيل عليه جميع النقائص وهو البئر أي إلهي مستحيل كا وهو البئر نسقام بتصني وإلهي ذاتي سواء مناسب وهين ومستحيل إلهي مستحيل كيه سبحانه وتعالى لأنه حوي النقائص لا نهاية لها وحيالها عيبها أي نسقام مكوب مكران ما لا سوكوب مكران ما دام إسن سوكوب مكران وحدكو قابسا ويستحيل عليه جميع النقائص وهو البئر نسقام ذا إلهي وحكيه مستحيل سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك كله وجود هذا العالم على هذا الشكل البديع. والدليل واحد دليله على ذلك المذكور عقائد كأن صوشا تلمامها إلهي أواجبي كله كل المذكور تلمامها إلهي أواجبي وإلهي أوديسي إلهي السمعيسي بصر كيسي وحركي كلام كيسي تلمامها إلهي وحيالها تسنى وحاكم ذا وجود هذا كم جريتان كيساب الدليل نوغفلا كاسو العالم عالم كا على هذا كان عالم كان لغوه لي كاسو الشكل نظام كا نظام كاسو البديعي وناكسن نظام كان قروح لبضان إلهي سبحانه وتعالى دوليدا أكو أبو رئي عالم كان أنكونا لنهي كاسو الدليل إي أستان ويهي تلماميها أنصامر نيوغا إلهي نعود ليهي محاد دليل أه عالم كان أنكونا لنهي استدعى جائب تلا إلهي وأبو رئي عركان قروح لبضان إلهي وأبو رئي سبحانه وتعالى لولك إلهي فراشك وقدك سبحانه وتعالى مخلوقاتك وحيالهم كالدوان مخلوقاتك إلهي سبحانه وتعالى وكل حبوري عالم كان أو قيب إلهي ملايك وكدك قيب إلهي جن وكدك قيب إلهي سبحانه وتعالى بن آدم وكدك قيب إلهي وكدك حيوانات قيب إلهي عقل وكأبوري قيب إلهي وكدك ملاي عقل قيب إلهي وكدك كوى الروح له قيب إلهي وكدك كوى أن الروح بلها ينسل قيله يدر بيده وكاله مرك أنواع ذات فرها بضن وحي نوقف في الانتهي إلهي أوديس يتلمامها أن نصوش أن يقود هامبا أي كواس يحييهين دليل. ولذلك الشاعر وحويري وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد وفي كل شيء له آية شيء كستوحي العالم كان كمدا وآيتك تسنيس أود إلهي وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد وهو عالم كان كمدا وعبر عبر يا آيات كتسنيسة إلهي جريتان كيسة يا أود إلهي سبحانه وتعالى. ويجب للرسل هل كان سبحان أقبحني إلهياتك عقائدك وحيوقع في سمان سدح قيبوض إلهيات نبويات هي السمعيات وحان أقبحني إلهيات إلهيات وحلو يغنى ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى ووحي إلهي حريخ لنا وحي إلهي أواجبي وحي إلهي مستحيلك وحي إلهي أبنان قسم سوح الليرة إلهيات مرك وحي عقائد وإلهي بحريخ لنا أيان كسو بحنا وحن قلنا قيد طلبات الليراه نبويات نبويات محل نجيلا وكل ما يتعلق بالأنبياء والرسل ووحو الحريخ لنا أنبياء هي رسوش إلهي سبحانه وتعالى مرك وحن برنينا رسوش أيغنا محا واجبي محا كمستحيلة محا أبنان. ويجب للرسل رسوش إلهي وحا واجبي عليهم الصلاة والسلام الصدق هن أي واجبي أنبياء إلهي سبحانه وتعالى وحياله واجبي وحا كمدة إنه هن شيغان في جميع ما شيء أمان تيسنا إكرن شيغان شيء سو أخبروا به شيء غاس أي شيئين، وحول ب أي شيئين وارن، وحول ب أنبياء يرسوش أي شيئين وارن، لأنهم لا يكذبون قطعا، لأنهم ما بين شيء الروح نبيه أم الرسول ما بين شيء وبينته وحكته مستحيل، قف كي قتل ما أم الروح نبيه بين شيء يراهنا وقال ودينته سجبه، دينته سجبه، ولو بالمزح
ولو بالمزح ولو أخبروا هبش يقام بشيقة بالمزح كفتن بها كش يقام حتى رسوش إلهي مركي كفتميا كفتن كودو حتى وارهن بين معها كفتن كأيكو كفتميا حتى بين معها نوارهن وحق وحق كفتميا. ولذلك نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه وكفتم جري نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه مزاح لها وحكم إذا هذا الذي أكو كفتمي نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه هويني أي أتمت نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه ويلة وعجوزة مركز وحيتر هويني دي أدعو الله لي أن يدخلني الجنة إلهي إبري إنه إلهي جنة إكري وحديثك وحورنا يا طبراني طبراني يا ورني ولو بالمزح أي الانبساط مع الغير من غير إيداء له وقفك وصفي عن لغفر فرناده أيضا مركت الله ببين قفك كما أخرجه الطبراني من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي نبي صلى الله عليه وسلم أتت عجوز من الأنصار هويني وايلو أنصار تكمدا أي النبي أتمت صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله لي أن يدخلني الجنة رسولك إلهي وإلهي إبري إن إلهي جنة إقليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حويري إن الجنة لا يدخلها عجوز جنة عجوز مكش جنة عجوز مكش ثم ذهب النبي واتقي صلى الله عليه وسلم فصلى واتكلي ثم رجع النبي ودب أسوى الله فيه صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة وحيث رضي الله تعالى عنها لقد لقيت من كلمتك مشقة لقد لقيت وحي لك لنتي من هويني دي كلمتك كل هذا الشيء مشقة وشدة لباتو أي لك لنتي مشقة رسولك إلهي وإسلامتي كل هذا الشيء آد أي أمر قلت فقال وحي النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك أرنك عن شيئي كذلك سلاسو وساسو عجوز جنة مكشف إن الله إذا أدخلهن الجنة إلهي هوانك وايلك مركو جنة قلنه حولهن أبكارا قبل يريره بكراه إلهي أبدله سبحانه وتعالى مركو عجزينك وجنة قلنه إلهي دأذو دوايره يقول دأذو يرتهي وقبل يريره أي إلهي جنة قلنه مركو ساسا أرجي ذاهو لنبي صلى الله عليه وسلم عجزة جنة مقش مركو عن ليهي وحن أرجي ذا عجزة حتى أهل الجنة مركو نغطوه إلهي سبحانه وتعالى يدو قبر يرأه يا إلهي جنة قلنا سبحانه وتعالى تاسمرك وحيكم إلهي كفتن كي نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وقد قال النبي وحوري صلى الله عليه وسلم إني لأمزح أنقوى كفتما ولا أقول مرده إلا حقا حق ما أنا وحك لنا كما هذا الوير نبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه ولذلك وحجري حديث كي ما فعل النغير نبينا صلى الله عليه وسلم ويليار ولديه جري عمير والله هذا النبي صلى الله عليه وسلم حير يا عمير ما فعل النغير عميرو نحوس مياي شمبركي يرى النغير واتكو عياري جرتي شمبركي اتكو عياري وشمبركو كدنتي ويليار صحابي وها شمبركي اكدنتي نبي صلى الله عليه وسلم سوى ويلك لك افتمي وحيري يا عمير ما فعل النغير عميرو شمبركي يرى واتكو عياري جرتي كورن أرنتي سي شأني بيس حافظ ابن حجر العسقلاني مركو حديث كشرح يوحيري إلى لحدا مسألة وحكبضا أيا كفتن كالنبي قال الله قلب حيو الدين هل كحديث يا عمير ما فعل النغير لحدا مسألة كبضا أيا لقفة إليستي كفتن كالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه حوي النبي صلى الله عليه وسلم كل كلامه كان حكم وعبرة ودروس نبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي سردن حتى كوا كفتن كاه وهي هاي العلم هذا لم النبي صلى الله عليه وسلم حتى كوا كفتن كاه وهي هاي عشره هي حكمه هي علم هي حنبار سنايا لذلك حديثك يا عمير ما فعل النغير أي لحد المسألة هي وحكة بدن علماء أي كقاتل محاضر مرينا مركا هذا الذي كلا النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه ويري مركو حوي أنبياء إلهي وحياله واجبي وحكمه أستدق في جميع ما أخبروا به ولو بالمزح كفتن بالله كدو والأمانة كلا بعض أنبياء واجبي وأمانة
أمانة ولا جدد لجلي يا حوي وحفظ ظواهرهم وبواطنهم ومقال كودا يوحيالها أقرصون وسرتو دا إن إلهي وكإلالي من التلبس بمنهي عنه وحل جنة هي الدين تؤي كربتي إن دحقلا أنبياء إلهي سبحانه وتعالى وحد دين تؤي كربتي مصميا ظاهرا وباطنا ولو نهي كراها أو خلاف الأولى حتى كراهية بالله كدب وحتى خلاف الأولى بالله كدب فهم معصومون عن جميع المعاصي ظاهرا وباطنا أنبياء الله سبحانه وتعالى وحلق إلى لي معاصي ولن معاصي رير يكون ووين ظاهر كودة يباطن كودة كل إله إلى لي إله دوري والدليل ذلك إن أنبياء إلهي إلهي دوري أو إلهي أحفظي وحد دليله أن كل أمة مأمورة باتباع نبيها الذي أرسل إليها أمة كستوحى الأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم إليه راعان ولا يصيح شرعا شرعنا ما أنصحيه أنت أمر إلا أمر أمضى بمنهي شيء لنهي قال الله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء إلهي فالف أمضى ما أمره لذلك مركا ما دامنا لكو أدون صدي راعدة أنبياء إلهي خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم ما دامنا لكو أدون صلاة راعدي سي هذه روح الرسول كأه واحد دنبية وستمين لها نلمدهن راع أنبياء الإلهي مركا واحد راع إلهي النولي يهي راتك وذا راع نللي يهي وحوي واحد دنبية بإنو سنكلعين روح الرسول كأه لا صغيرة ولا كبيرة دنبية يمدوين انت وإن مستحيل أي كيهين أنبياء الإلهي الرسول إلهي والفضانة أي واجبتي والفضانة عقل ديراتك أه أنبياء الله سبحانه وتعالى وحياله واجب حكمه عقل ديرات أه وبالشدة يؤمد بنبا أي كعقل بدينه أي كعقل بدين عقل ديرات أه مخلوقاتك يبالشدة أي سن لهين أي إلهي أقود ديقي حياله واجبي أنبياء يرسوش أي كمت أيت يقود برارك ديرات أه إنه برارك ديرات ومدى إليه إنه كعقل بدينه لأنه حوي الصببتا أنبياء إلهي يرسوش إلهي عقل ديراتك أه لغو واجبي إلي إلهي أغد ديقي وحوي وإن ضدك خصومتا أه لبدو دي إنه أفتران لأنه حوي وحلوصة دري أمدك للدوان وكلا عقل الدوان وكلا فصاح الدوان وكلا أفتهن سن أي رسوش الله صدري قفك مركة رسولك هذه عقلك أمده وكم مستويه وأمده الله صدري حق عقلك وكلا السمينه يددك وحبك مرد عبد عينكر مركة منك أتكانكر حجدي وقما أتكانكر حجدي وقما أتكانكر فاسي مركة وحي كانتي رسول والبا إن عقلك يسو وكبدا يهي أمده الله صدري أمده الله صدري لإلزام الخصوم سدتك خصومتا لدو ذي رسولك وأفتره وأفتره خصومت لدو ذي محي لي نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنبياء دي نبي صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء وحي اسكد ديين ددك قال دي منافقين تي إني لدو ذا أي اسكد ديين لما أنتو ذن أنبياء دي إلهي رسوش إلهي ويأفتر جرين ويأفتر جرين وحكم دها بغرك لديه جري نمرود نمرود وحواها ننقال نولا حلقي نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي الله إبراهيم نمرود وحو الشاكتي إله نمو الشاكتي نبي الله إبراهيم الله الضوضي وحو يري والإله وحنوى النوليا وحنوى الدلاه أدوكم حاد إله نمذك الشاكتي واتصمين كرتا مركز نمرود وحو سواقفتي لبنن لبنن ننو قرتك قوي ننو وافص حي وسيداي مركز يرمتك قرت أنك جوي سوما عرفت أني قد دلي كان أنفس حينا أنا قال نوري ومركز وحيال ضدك أن عقلي قصد على هين وكو خل ذكره نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحو قل له حلي مال وصندتك كو خل ذكرين إنه كو حجي مركز نبي الله إبراهيم وحيري إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب والإلهي قل رحلة لنا عبري أي إلهي قل رحلة الصبح لأنه قصر عليا هذا بري هذه اللي قاروا أنا سكو صباحنا لنا عقلبات بل بري الصبح قل رحلة قصر عليا ماذا أصدقك وما خلدك رموك تيهور أصدقك وما قردك وكو خلدك
لكن تم حوي تهره وحير صفصدة ليرا صفصدة وكلام باطل على لباس الحق وكلام باطلة وحق لبس كيسي الله يالي صفصدة دهان ولماذا منطقة مركا نبي الله إبراهيم وحو أركي ميل أوسن مركا دتك كو خلد كارين أي أجيستي وحو إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب قرح هذا بالرسو بحلقة كسوة ناليو ما شهد يقول عدو كسوة ناليو فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين قال كي مركا واجه ورير واجه ورير وحو الشيقو واي ميشي مركا أمده قيب بضان ورع سنيد ويكسوة قوين oo ilaahnimo u aaminsanaa namrud sidaas marka waxa weey qofka rasuulka ah oo uga aqli badan yahay ugana cilmi badan yahay ummada loo soo diray dhamaantood dhamaantood rasuul walba saas u ahaan jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam baraka alayhi waxa u yimid nin la dhihi jiray ibnu sibacra oo gaal ahaa ninka ibnu sibacra wuxuu arkay markii aayadani soo degtay إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم إلهي وحيري أذنك إيا وحد عابد إيسان با جهنم حاضر يديو قال دي إيا وحد عابد إيسان جهنم حاضر النغان دونتان جهنم اللي إذن كشري دونا والله إذن كبر حولين دونا لنك قالك آية دامركم مغلي ابن زبعرة نبي قول لي صلى الله عليه وسلم مركز وحيري وحن روائنا النبي قال الدوضة صلى الله عليه وسلم مركز وحيري سو إلهي مدهن إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم وحير أنك قاركين وحي عابدان نبي الله عيسى هذا دي اللي رأينك يوحى عابده سيمبا جهنم اللي قيلين هذا دي اللي رأي سو آيات اللي قفهم ما يرى نبي الله عيسى مركا إنه أستغونا كم دون قنا يقوى جهنم اللي قيني والعياذ بالله مركا سو النبي صلى الله عليه وسلم وحيري ما أجهلك باللغة قومك وحد جاهل كتاهي قومك أدو أتكرلتي عربتها لغدي حتى يكون هذا الذي متقاندين ما لغير العاقل آيات دفيري آيات دوحي أديك ستي أريقا ما إنكم وما ومن لمدهم إنكم وما تعبدون ما لغير العاقل ما دمركو حيري نبي صلى الله عليه وسلم وحلقوا استعمالا وحن عقلي قال هيك مركو حلو رجل وما تعبدون من الأصنام أصنام تيال رجل وحل عابد إسان ونقحد إي أصنامتنا كل جهنم أي شلال أي قرية أي دحر الله قد يقول أي واحد عبد يسين هذه نبي عيسى أي ماشي كمجران أي ملايك في كل عبد يسين وقال دي إنها كمجران لي نبي قال صلى الله عليه وسلم مبارك عليه مركو سيدا يري ننك وقف بيلي وقف بيلي إذن مركا رسول والبا وحال السيدي عقل يحجد يراد أو ديري هاي ومدك ودا هامبا وتبليغ ما أمروا بتبليغه للخلق وتبليغ ما شيء قارسين تيسي أي رسوش واجبيس شيء قاس أمروا رسوش الأمر بتبليغه شيء قارسين تيسي للخلق مخلوق أي قارسيا وحيالها رسوش كواجبي وحاكملة وحي إلهي سبحانه وتعالى وير أمد أشياء إن قارسيا واجبك واحد وين قارسيا لما أنتد لما أنتد أنبياء الإلهي سبحانه وتعالى ويقارسيان حقي يدينتي لو قسوا ديبي أمدوا ذا أيوان هل حبو أنك قرن هل حبو أيوان كقرن أي أمدي قارسيان ويستحيل عليهم أنبياء يرسوش وحا مستحيل كأه الكذب بين روح رسوله أما النبي إنه بين شيئه ومستحيل والخيانة خيانة أي مستحيل كأه خيانة إنه سمي روح نبي أم الرسول ومستحيل والبلادة دمي النمو أي مستحيل إن روح الرسول ودمي هو حؤس فهم كرين وعقل جيس ويريه مستحيل وكتمان شيء شيء قرنتي سي أي مستحيل شيء قاسو مما يلديك كمدة أمرو رسوش الله أمري بتبليغه شيء قاسينتي وح شيء دين تكمدة ولا يري أمد أشياء إن القريان ومستحيل مستحيل وح أي قريان مجرته ولا يري بأمد الجارسية أو أشياء برسوش اللي يري ما يسن قرنين ويجوز في حقهم رسوش حق وذو حاكو بنان هل كان سبحانه وقبحني تلمامه أفرتاها ورسوش أواجبي أفرتي مستحيل فكاها أي قادني الأمانة والفضانة
والأمانة والفضانة والصدق وتبليغ ما أمروا بتبليغه أفرتاس وحي أواجب الرسوشة أفرتك لو عكسك كؤهنا ومستحيل والكذب والخيانة والبلادة وكتمان شيء مما أمروا بتبليغه وحن قادنا إن أمركا وحي لها أبنان رسوشة ويجوز وحبنان في حقهم حق الرسل رسوشة حقه ذو حق أبنان صفات البشر بن آدم كتلمامه إيسا وحي بن آدم تلمامك بنان أي أيغانا كبنان التي تلمامها سو لا تنقص أيسا أنس غامين بسببها تلمامها سبب تيدا أيسا أنس غامين مراتبهم درجيال كودو درجدو دو أيسا أنس غامين درجات كاسو العالية أيسا الرئيس وحكو له يا شيخ وحيالها الرسوشة أبنان وحاكمدا بن آدم كتلمامها وإسكريهي رسوشنا تلمامها سوكلا ويالان كرام لكن حشر دعا تلمامها سي إنيسا النسخان وقيسنين درجة رسوش إلهي أما النسخان هذه تلمانتا بن آدم ككل عا هذه رسوش حقه ذا أي النسخان وقيسنيسو كما بنانا ما بنانا هذه درجة ذي أي ملك دع كتهاي ما بنانا وحيالها الدرجة ذا النسخامين محاكم ذا وبن آدم كبا أي سميان رسوشنا أي سمعيان أو تلمامها اسم حاكم إذا وذلك كالأكل عندي يوكل بن آدم كان كلا وحبي عنان رسوشة كلا يقول وحبي عنان والشرب عبيد يوكل رسوشة وحبي عنان حبي عبان والمرض جهد يوكل مرض كجهد عادي رسوشة ويكون عدا سيدة الدتك بأيو جهدان أنبياء إلهي يا رسوشة إلهي ويجهدان لكن جهدين كهالستاء وخطرتاء سيدة جرهدة عقلك قادة سيدة والدة أوكالة كما دعضة ومستحيل رسوشة كما دعضة جرهدين كهاليستة وحلمي ده سيدة أوكالة جودامك جودامك يبرسك جرهدين كهاليستة رسوشة إلهي كما دعان وإلهي وكا إلهي سبحانه وتعالى جرهدين كطبيعي جرهدين كإسكال طبيعي ويكود دعان رسوشة إلهي لكن كوة مانك أما عقلك زوليني سيدة والدة أوكالة ومستحيل رسولنا كما دعان نبينا كما دعان وحسيدة أوكالة لم يدعى جودامك يا برسك ومستحيل عذر هذا النوع أوكالة رسولك إنه كدعو أما النبي كدعو وذلك كالأكل عندي يا والشرب عبيدي يا والمرض جرهدي يا والوقاع كلنك هوانك هوانك هذا إنه إلا كلمان وإلا سيحلان وحلال ويهين وقاع سو كلن كاسو الحلال اي حلاشة سي حلال اني دمر كودا وغتغان سيد ابن آدم كما دمر كودا يغتغان نكاح حلاشة يغتغان انبياء الهي ويقورشدان وحبي دالان عرور دالان سيد ابن آدم كما اي عرور تقول دالان وكالي وكا الهي سبحانه وتعالى ولقد ارسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وحن ندرني رسول اي انبياء اذيك كاهو الرئيسي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لما أنتوذنا وحن أيالني حاسس يعرور أنبياء الرسول وحي لهانجرين حاسس وحي لهانجرين عرور سيد ابن آدم ككلواء أي حاسس يعرور أي أليهين ويجمع وحق المني معنى هذه تن معنى هذا وحق المني تاسو الصفات تلمامها كلها كل تلمام كلها كل الصفات تلمامها سلمان تودوحا كل مني وتلمامه إلهي أواجبي تلمامه إلهي مستحيل ككاها تلمامه أنبياء إلهي أواجبي كوي مستحيل ككاها كوي أبنانا عقيدة أنصامر نبود أهان با وحي هوستغي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل يا شيخ عقائدك يبود أهان أنصامر لما أنتوا حي هوس إمانيان لا إله إلا الله محمد رسول الله هل كاسي هوس تجيان ولما أنتوا تقول منيس سبب تمرك أيه هوس تجيان شارح حكوش تجوا حكيري ويلزم من ذلك فمعنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله معنى هذا وحوي لا معبود بحق في الواقع إلا الله الله حق له عابد مجره إلا إلهي حق أهماهنا ويلزم من ذلك توحيد كاسو حك اللازمين أنه لا مستغني عن كل ما سواه وحي كسوهري وحك كافتومي كرئيني سنجرين ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله تعالى وحي كسوهران أيوباهين وحكجر إلهي بس
وح كستا استجو يعني ككاف طامة وحو البنا استجع أباهنهن وإلهي بس سبحانه وتعالى. وهذا اللازم لازم كان يجمع حكمنا جميع العقائد المتعلقة بالإله عقيدين في إله الحريري بل أي لازم كان كل منه لأن الاستغناء إله إنه وحو البككاف طامة يستلزم حكا دلانيا ولازم سنة وجوب وجوده إله جريتان كسر واجبه وقدمه وبقائه ومخالفة للحوادث وقيامه بنفسه ووجوب السمع والبصر والكلام وكونه سميعا بصيرا ومتكلما انت صورنا كدلانيس دي ليري إلهي وحبا ومباهنا. إذ لو لم تجب له هذه الصفات تلمامها هديسا إلهي واجب لهين لكان محتاجا إلى المحدث أو المحل أو من يدفع عنه النقائص وحو إلهي أباهن لها وحساق سود الرسلية أما محل أما وح نسغان تك الدفاع. وإذا وجبت هذه الصفات تلمامها نسوشاق نهدي واجبين استحالت ألدادها كو إيه كسو هرجيه لتكا هنا ومستحيل. ويستلزم أيضا توحيد كو حكرا كدلنا يولازم سنة نفي وجوب فعل شيء من الممكنات أو تركها وحي إلهي واجب كو إنه يستنجرين أو ممكن إنه سمعيه تركه هنا أسن واجب كو أهين. وإلا حديث هذا الذي لها لزم افتقاره إلى فعل ذلك الشيء أو تركه هذه واجب لو قرر لها شيء سمين تيسا أي إلهي أباهن لها ليتكمل به سوء وكامله. فجملة ما استلزمه الاستغناء إلهي ككافتو مده وحي كستو هاري وككافتو مي وحي لها كرد الشيء وعقيدة جملة ديسو وثلاث وعشرون عقيدة لاتين سد عقيده. ولأن افتقار الحوادث إلى المعبود مخلوقات كباهدة يوقبان الله معبودك بحق يستلزم أصنوح لازم سنة الحياة والقدرة والإرادة والعلم وكونه حيا وقادرا ومريدا وعالما والوحدانية. ومتى وجبت هذه الصفات تلمامها نرى المركب واجبين استحالت ألدادها وحيالها لدكوة هي مستحيلة. فجملة ما استلزمه الافتقار باهدة إلهي اللوقبه وحيالها كرد الشيء جملة دودة وثمانية عشر عقيدة سديدة من عقيدة. والجملة الثانية جملة اللبات ومحمد رسول الله يبلجها جملة اللبات فيها وحكسوا الإقرار بالرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي قال إنه رسوله إلا قري صلى الله عليه وسلم. ويلزم منه حكد لنا تصديقه إن إله إن الله رمي النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به وحول بوليمة النبي صلى الله عليه وسلم. ويندرج فيه حسود حقري وجوب صدق الرسل رسول شرنته ذي واجبته وأمانة وفضانة وتبليغهم لما أمروا بتبليغه للخلق. ويندرج فيه حسود حقري أيضا استحالة الكذب والخيانة والغفلة والكتمان عليه بأنتو إنه مستحيل تاي خيانة دي هالمانكي كتمانكي. ويندرج فيه حسود حقري أيضا جواز الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العالية لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بليمد بوجوب تصديق ذلك كله. فقد بان لك وحكو عدالي أن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله متضمن إنه كل من لجميع العقائد المتقدمة عقيدوينك أنصار داخلني لما أنتوذب إنه هوستقيان لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله سبحانه وتعالى.